منورنا يا ابراهيم، وعايزين بقى نتعلم منك ومن قصتك، لان زي ما كنا بنقول، مش عارف انت لو كنت متابع حلقتنا من البدايه، وده الكلام اللي اكدته نهاوند من شويه، ان في ضيوف بيبقوا استثنائيين، بيبقوا ملهمين، بيبقوا ناس اتحدوا ظروف قهريه وتغلبوا عليها، ومش مجرد تعايشوا معاها، لا دول كمان تحولوا الى ابطال، وانت بطبيعه الحال واحد منهم. فعايزين نعرف منك بقى رحلتك ابتدت ازاي، مين اللي وجهك للرياضه دي، وتفاصيل الرحله عشان كلنا نتعلم ونستفيد منها. هو اول حاجه ان انا اتولدت بدمور على العصب البصري في الشق اليمين والشمال، وده اثر على العصب البصري اللي هو عيني، فده اللي خلى عندي ضعف بصري. الف سلام عليك. وبعد كده طبعا يعني مو وقفت معايا، والحمد لله بقيت شخص يعني كويس الحمد لله. وبعد كده ماما وجهتني للرياضة، بدأت السباحة وأنا عندي 3 سنين، بدأت أدخل بطولات وأنا عندي 7 أو 8 سنين. ما شاء الله. بعد كده موضوع بقى التريسون بدأ من 2016، كان بقى رياضة جديدة بقى وبتنتشر بقى على مستوى العالم. طب احنا يعني نهاوند كانت بتعرف المشاهدين دلوقتي تفاصيل الترايثلون بشكله العادي، لكن في حاله البارا ترايثلون بتتلعب ازاي، بتمارس ازاي، او بتنافس ازاي في البطولات؟ هو كل اعاقه على حسب يعني بتتلعب على حسب كل اعاقه. يعني في المكفوفين بيبقى لازم كابتن جايد بينزل معايا. بالنسبه للاعاقات التانية كل اعاقه ليها حاجه معينه. خلينا في المكفوفين، الجايد لازم بيبقى متمرن معايا كويس، فاهمني كويس، فاهم دماغي، فاهم ردود افعالي. بنربط بعض باستك في السباحه والجري. في العجل بيبقى لنا عجل مخصوص، عجل مزدوج او دريفت. بس وبيبقى معاك جايد في حاله الدراجات كمان. بيبقى قاعد قدام وانا قاعد ورا، هو بيتحكم بالبوارات، بالنيو تيرن، بالتوازن، بكل حاجه، بس انا كل اللي في ايدي ان انا اشده لقدام. ايوه.